اخوات السلام عليكم، واش راكم مبروكه؟ عندنا ان شاء الله غادي نبداو ان شاء الله في تجهيزات رمضان. ان شاء الله هذا النهار غادي ندير لكم المقروط بالتمر. غندير لكم ان شاء الله هذا النهار المقروط بالتمر، المقروط الوجدي. وغادي تشوفوا معايا المقادير. عندنا هنايا نص زلافه ديال الفورص، عندنا نص زلافه ديال الزبده مذوبه، عندنا هنا نص زلافه ديال الزيت، عندنا هنايا كاس الا ربع ديال سنيده، وعندنا هنا معلقه صغيره ديال القرفه، والربع ديال معلقه صغيره ديال الملحه. هنا غادي نحتاجو ثلاثه ديال الزلايف ديال السميده. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نديرو نص زلافه ديال الفورص، وغادي نعبرو ثلاثه الزلايف ديال السميده، وحده زوج، ها ثلاثه. عندنا هنايا ثلاثه ديال الزلايف ديال السميده ونص زلافه ديال الفورص. غادي نزيدو عليهم الملحه، نزيدو عليهم المعلقه صغيره ديال القرفه. اللون نبداو نديرو غير النواشف، نزيدو السميده عفوا السكر سنيده، نخلطوه مزيان. صافي، وغادي نزيدو عليهم نص زلافه ديال الزبده مذوبه، نزيدو عليهم نص زلافه ديال الزيت. صافي، وغادي نبقاو نخدمو هاد السميده مزيان مع الزبده والزيت حتى ندخلوها فيها مزيان حتى تبسس مزيان. شتوما بقاو كنخدمو فيها مزيان. كنخدموها حتى ندخلو فيها الزيت والزبده مزيان. شتو كيفاش كتشوفو معايا؟ صافي، قرب صغيرة كندخلوها فيها. شتو شوفو السميده ديالنا كامله كتبزق بالزبده والزيت، كتبسس. وانا الطريقه ديالي في هذا المقروط الوجدي، انا دابا راني خدمت هذا الخور، هذا الزيت والزبده والسكر والقرفه والملحه خدمتهم مزيان. غادي نخليها تبات كتشرب مزيان في هذا الزيت، عاد وغادي نكمل المرحله الثانيه.
صافي. ونقادو الخبزه ديالنا هكا كيف ما شفتوها، شوفوا معايا قدوها في الجناب. صافي، وغادي نشدو الجراره ديال الشباكيه ونمشي معها هكا، نديرو لها شويه ديكور من فوق. الطريقه كنديرها الاخت ديالي الله يرحمها، كانت هي معروفه بالمقروض، كان كيصدق لها وكيجيها غزال الله يرحمها ويسالي. واللي بغى يديرها عاديه يديرها عاديه، ما يحتاجش يدير هاد الزواق من الفوق. عاوتاني نوليو نديرو العكس، يجي على شكل نصف دائرة. صافي نوليو نجمعو لها الجناب مزيان. هادو نبداو نقطعوها، صافي غادي نبداو هكا. هذا كنكبرو شي شويه، شوفوا السمك اللي كيجي فيه ما يجيش غليظ ما يجيش رقيق. شوفوا معايا انا قطعت الحبه كبيره وانتوما على حسب كل واحد شنو يبغي. صافي شوفوا معايا، شوفوا الحبه كيفاش كتجي. من بعد ملي غادي تهزوها غادي تبقاو تديروها هكا ضرفوها انسو باش ميبقاوش الجناب ديالها مفرتين. هو خاصكم تسافو معاه غير بشويه كيف ما عرفتو راه السميده كتفرتت. مثلا شوفوا معايا هنايا، شوفوا بحال هذه انا درتها كبيره هكا،
اما اللي ما بغاش يديرها كبيره يقسمها على جوج يصغرها. انا كنبغي الكبير. المقروض كيعجبني المنظر ديالو ملي كيجي كبير. صافي هاد القناه نخليو حتى للتالي. صافي عاود تاني نكملو. الطرف انا ما بغيتش نحيدهم نرميهم، واخا كيجيو وجين ماشي مشكل، ما بغيتش نضيعهم نخليهم هكا. ثم صافي نبقاو مستمرين هكا، كنقطعوهم وكنقادوهم في الجناب باش ملي غادي نقليهم ما يتفرتوناش وما يتهرسناش. وغادي تشوفوا معايا الطريقه ديال القلي وديال التنسان ان شاء الله. الاخوات شوفوا المقروط ديالنا كيفاش جا، نتمنى يعجبكم. راكم شفتوا المقادير ديالو. انا هذا المقروط راني طيبته في الفران، شوفوا كيفاش كيجي. شوفوا كيجي محمر من التحت ومن الفوق، كيجي معسل مذهب. نتوما كيفاش كيجي من الداخل؟ كيجي هشيش كيدوب في الفم. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم وتعجبكم هاد الوصفه ويجيكم هاد المقادير ساهلين. كيف ما قلت لكم انا درتو في الفران، انتما ديرو في الفران باش يصدق لكم ويجيكم مزيان. وكي هانتوما شفتو معايا كيجي هشيش ويجي رطب. هانتوما وتبعوا المقادير اللي عطيت لكم مرحله بمرحله، غادي ان شاء الله غادي ينجح لكم 100%. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. وانا كيف ما شفتو معايا هذا النهار راني درت غير هذا هو المقدار اللي درتو هذا النهار غير باش غادي نجرب معاكم. ما انا حتى تبقى 3 ايام ولا رمضان ان شاء الله عاد غادي ندير المعسلات اللي غادي نحتاجهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبالصحة والراحة، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.